قادر على مقارعة كبار القارة العجوز. بينما باتي الغاني مرر وباتي بلسمو جول بلسمو جول عن طريق بواتينج. بواتينج الكرة كيف ما جات على الطاير سددها كرة الجول. من الصعب أن يجد لها حل أي حارس حتى ولو كان بوفون. بواتينج يمتعنا بهذا الهدف مع ابتسامة لبيرلسكوني. لما يدافع على اليوفي ورغبت سيدور بقرب سيدور هدف اروع واجمل. استمتعنا بهدف بواتينج. الان نستمتع اكثر بكره سيدورف اللي استمتع بها ايضا بوفون وهي تستقر داخل المرمى. الهدف الثاني بكره ارسلها سيدورف هي صعبه تماما على بوفون لتستقر داخل الشباك. سيدورف يخطف هدف ثاني بعد كره ثابته بوليتسيوني هايل من جرمه. اليوفي بهذه اللحظات يتحرك. فوجينيتش في الانطلاق هو الهدف لفوجينيتش. بالفعل فوجينيتش يسجل تحرك ممتاز من ميركو وبلمس لعبها بونتا من مقدمة الرجل. يتمكن فوجينيتش من وضع الكرة داخل الشباك ليؤكد لأنطونيو كونتي ولحباء اليوفي بأن ميركو بإمكانه أن يغادر الشباك بإمكانه يا موراتا أن يخدم اليوفي. الكرة أمام لعادة بيرلو مررها ديل بييرو مهد الخدمة الكبيرة السيرفي من ديل بييرو لكن فوجينيتش عنده الهز التهديفي. شوفوا التحرك ممتاز اخر